فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وقد روى أبو حفص العكبري بإسناده عن بلال بن أبي حدرد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تمعددوا واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاة. نعم، وهذا أيضا من الخصال التي يؤمر بها المسلم، وهي التمعدد، يعني نسبة إلى معد بن عدنان، لأن الإنسان يلزم سجايا العرب الأصيلين كالعدنانية والقحطانية من العرب، لأن الله خصهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم منهم، ولأنهم من ولد إسماعيل نبي الله عز وجل ابن خليل الله عز وجل، ولأن الرسول ولأن الكتاب نزل بلغتهم، نزل القرآن بلغة العرب، قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني القرآن لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون يوم القيامة، تسألون عن هذا القرآن الذي حملكم الله إياه وأمركم بتبليغه، تسألون وشرفكم به، شرف لغتكم به، تسألون عن هذا التشريف وعن هذا التكريم، ماذا قدمتم له من الشكر. فهذا معنى قوله تمعددوا، يعني إلزموا سجايا العرب الذين ليس في أخلاقهم ولا أعمالهم شيء من الشرك أو من الأمور المستهجنة، وإنما هي الأشياء الشريفة كالكرم والشجاعة وإكرام الضيف غير ذلك من السجايا العربية المحمودة، وهي كثيرة ولله الحمد، وأقرها الإسلام. واخشوشنوا، هذا فيه النهي عن الترف، الترف وهو الإغراق في التلذذ بالنعم ورقة الملابس وغير ذلك، وعدم المشي، عدم المشي على الأقدام، وأن يكون الإنسان دائما راكب، هذا من الترف، وهو من العجز أيضا صحيا، هو ضار صحيا أيضا، والله جل وعلا ذم الترف والمترفين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، وذكر الترف أنه من داء الأمم قبلنا، ترف والحسد. والله جل وعلا ذم المترفين وبين أنهم أعداء الرسل: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، قال في أهل النار: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا يصرون على الحنث، يعني على الشرك، يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. ذكر من خصالهم الترف، ولا شك أن العبادة والجهاد والعمل الصالح وقيام الليل وصيام النهار يتنافى مع الترف. فالذي يترف نفسه لا يجاهد، الذي يترف نفسه لا يقوم الليل، بل لا يصلي الفرائض مع الجماعات، ولا يصوم أيضا الصيام النفل، الصيام النافلة. فالترف يقاوم العبادات ويقضي عليها، ولهذا ذم الله الترف والمترفين وأخبر أنهم أعداء الرسل. فالمسلم يتجنب الترف وهو الإغراق في النعيم والتنعم في كل شيء، وإنما يلزم الاعتدال. والله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وتمعددوا واخشوشنوا وانتعلوا وامشوا حفاة، وانتعلوا وامشوا حفاة، يعني ما يمشي الإنسان دائما حافيا ولا ينتعل دائما، وإنما بين بين، تارة يمشي حافيا لتتعود رجله على الخشونة والقوة، وتارة ينتعل، خصوصا إذا كان سيمر على شوك أو على حصى أو على أشياء مؤذية فإنه ينتعل، أما إذا كان في أرض ليس فيها شوك وليس فيها ما يؤذي رجله أو عليه خطر من الأفاعي والسوام، فإنه ينبغي له أن يمشي على التراب أحيانا لأجل أن تقوى رجله، ولأجل أن يبتعد عن
الترف. وفي قوله امشوا هذا حث على المشي ونهي عن الاكثار من الركوب دائما وابدا، فالانسان يمشي ويركب، قد كان صلى الله عليه وسلم يمشي ويركب.